التموين اصلا ان انا عندي بطاقه التموين، بس اولادي كل ما يروحوا يعملوها ما فيش حد بيعمل لهم بطاقه تموين. ما اعرفش بيقولوا لك يا لسه مش عارفه ايه ولسه ايه، عطلات كده، عطلات فاضيه. بقالهم قد ايه؟ بقالهم من السنه اللي فاتت. انا كل ما اروح الاقي اسحام، الاقي اسحام غريب. وبعدين انا كان عندي حتى البطاقه بتاعت العيش دي اللي هي المؤقته دي لغوها. طب لغيتوها ليه؟ حرام عليكم. انا ستي بقى عندي طفلين بربيهم، معيش حد، باباهم سايبنا ما نعرفش هو فين دلوقتي. انا عايز اعرف مين يتولانا بولادي، اجيب بليه ب 15 جنيه يعيش كل يوم. عاملين لي بطاقه ورقيه، مش عايزين تدير البطاقه اللي هي الكمبيوتر. 11 سنه بالظبط، كل ما اروح لو راح في شهر 3 يقول لي شهر 6 اللي جاي، 6 يقول لي شهر 9 اللي جاي، مكتب التموين واسمي متسجل هناك. بقالي 11 سنه. انا اسره مكونه من 4 افراد، بصرف 3 افراد بس. طب الفرد الرابع يصرف ازاي؟ بعدين العيش الحصه قللوها. نعم؟ الرابع قالوا لحد 2005، انا يعني بنتي 2006، خدوا لحد 2005 وما فيش اي اضافه مواليد. كذا مره ياخدوا الورق ما بيضيفوش اي مواليد خالص. معايا بنتين متجوزين، عملوا البطايق بقالهم 3 سنين ما استلموش بطايق. اهو كل ما يروحوا لمغزى مكتب التموين بيعقدوها ولسه البطايق ما اتعملتش، لسه البطايق ما جاتش، لسه ما اتعملتش، لسه ما جاتش. ده اللي حصل في مكتب التموين. مشكلتي اللي انا نزلت جوزي وسيلفي وامه وطلعوا كل دون، خلوا جوزي بس، جوز دون فضل بتاع التموين في المكتب اللي هناك دون لحد 3 سنين، كل يوم اروح اسال على بتاعه التموين لسه ما جاتش، لسه ما جاتش، في الاخر بعد 3 سنين ادوهالي من اسبوع. ادوهالي من اسبوع فرد واحد، طب انا عايز انزل مش عايزين ينزلوني، طب عايز انزل بنتي مش عايزين ينزلوها. ايه بقى؟ ايه المشكله؟ بيقولوا لك المشكله ايه؟ مشكلة الوزراء ومشكلة الورق، اصلي ما جاش من هناك، اصلي ما جاش، ما ضربش على الكمبيوتر، لسه اسمكم ما نزلش. معايا بطاقة تموين انا وزوجتي بس، ومعايا 5 اطفال، مش عايز اروح تسجل. قالك ده من اول 2009 وانا بنتي من قبليها ما رضيتش تسجل. اكبر واحدة عندي في سنة 6. بقالي 5 سنين بطاقة التموين ما استلمتهاش، بصرف بورقة وشالوا مني نفرين من بتوع التموين. فين التموين اللي احنا بنتكلم؟ لما جيت تسجلي اولادك قالوا لك مفيش مواليد، اقدم شهايد الميلاد واقدم الورق اللي عايزينه ومفيش ولا مولود نزل، وشالوا النفرين انا وجوزي. طب اصرف تموين؟ ولا عارفه اعمل حاجه، ولا بطاقه ولا اي حاجه، انا بصرف على نفسي، بشتغل وعندي سرطان. مشكلتك مع بطاقه التموين؟ مش عارفه اعملها. ايه بقى؟ معرفش. رجعوني. معرفش. روحي اعملي الورق واعملي الورق واعملي واعملي، مفيش ورق. بقالك قد ايه؟ بقالي جبت احسن 3 سنين ولا 4 سنين. بتجيب عيش ازاي؟ ما بجيبش، بشتري من ابو نص جنيه. ابو نص جنيه وانا بشتغل، انا بشتغل. تومين دلوقتي عشان اسعى البطاقه بتاعتي بقى له 4 سنين. ماشي، خد 150 جنيه الموظف هناك. وقال لي تعالى بعد 10 ايام لا اما 45 يوم. قال لي دي تكلفات علينا. لك قد ايه بتجري على بتسجل؟ قال لي دلوقتي حاليا 4 سنين لسه ما استلمتش، ولسه ما استلمتش بطايق، ولسه واخد مني 150 جنيه دلوقتي. قال لي دي رسومات وصوره البطاقه.